السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ننشئ غرف او رومز او حجرات في برنامج اول بلان؟ طيب هنيجي هنا فينش، وهاجي هنا هقول له روم وابدا انشئ الروم اللي انا عايزها، بان انا احدد الحدود بتاعتها. تمام. طيب في طريقة جميلة، لو انت عندك اصلا حوايط، لو انا اخترت الوول واخترت مثلا على الشكل المستطيل دوت، اهو 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 تمام. ممكن اجي هنا من فينش واقول له اوتو روم. تمام. بيقول لي ايه؟ سيلكت ذا اريا، حدد المكان اللي فيه الحاجات اللي انت عايز تعملها رومز من قلب الحوايط. خلاص انا سحبت. تمام. ولو انت عايز تشيل حاجه ممكن تدوس شيفت. تمام اهي. طيب وبعد كده لما تيجي هنا هتلاقي الرومز اتعملت. تعرف منين ان الرومز اتعملت؟ انت لما تيجي تعمل سيلكت بيقول لك ان في روم هنا، يعني كل واحده فيهم بقت روم. طيب الروم اللي احنا عملناها في الاول دي عايزين نحولها لحوايط، هاجي هنا واقول له create walls from boom، واختار الحوايط اللي انا عايزها، هل هي اكستيريور ولا انتيريور، ولو اكستيريور كم حوايط موجودين. وبعد كده هقول له اوكي. وبعد كده اجي في المكان اللي انا عايز ادوس رايت كليك، يروح عامل لي الحوايط بالشكل دوت.